الجميع، ولكن بن عباس لا يقيب. أربعة عادية له في كل يوم، في كل يوم أحفظ. الجهه اليسرى او الجهه اليمنى، او المراوغه باليسرى، صعبه صعبه. كان ارتطام الكره بالارضيه، كادت ان تخالط موسى اليمني بالخطا. الله على المرور يا عادل، الله على المرور يا عادل، او لا نعم، عادل عباس ومر افضل من رائع من اللاعب عادل عباس. مرمى الاول، مرمى الثاني، او عادت للكرة، حبت الكرة، عادت اليه الكرة، فمرر الكرة لعصام ردمان. إصابة لأحمد المسماري بصفوف المنتخب الليبي، تغييرين الآن للمدرب، وخطيرة ممكن ثاني لليمن، لليمن. أوه عبد الرحمن، تمريرة الخضر ممتازة من عادل عباس، مستمر ومحاولة وتمريرة هنا اللحظة، لكن ممكن كان عبد الرحمن الخضر يضيف الهدف الثاني لليمن. تمريرة كانت تاريخ ماذا يقول للمنتخبين في هذه المسابقة، وهذه كرة خطيرة، فرصة للثاني، ممكن ممكن السريع من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية. هذا عادل عباس، شوف التفاهم الكبير لكأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة. الكرة خطيرة، بابا بدخل منطقة العمليات، بالقدم اليمنى غير قوية بين قوسين، يضربها عادل قاسم ها وعلى الصورة رقم 18، يدخل منطقة العمليات، يراوغ بعد خطأ في الجزائري. الحين بعد الانتصار بركلات الترجيح في المباراة كانت صعبة. أوه 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 أوه. كان بالإمكان أفضل مما كان يا عبد الرحمن. لأن النصر من أجل العبور، كرة من سعيد العولقي، حضاري حضاري على طريقة الهدف الثالث، وكرة رابعة، وكبالة يخيب الجميع، ولكن بن عباس لا يقيم. مركوب محمد، حاول يبعد الكرة، المتابعة موجودة. عادل عباس لاعب التلال الطريقي، هذا المدرب محمد الزقوزي كان بالصورة ليريد أن يعدل، وهنا الصراع. عبد الرحمن عبد النبي، أو عفوا كان محمد مقبل، انطلاقة انطلاقة يدخل منطقة العمليات، بو 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 الهدف. لا 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 لا، تضيع كل طاقته. عادل قاسم يراوغ الأول ثم الثاني، يدخل منطقة العمليات وباليسرى يظهر يضرب لي الأرضية. شوف هاي المراوغة. مرة ثانية إلى عبد الرحمن الخضر، ياخذها عبد الرحمن او عادل عباس، هذا عبد الرحمن الان، عادل عبد الرحمن تفهم كبير، خروج سريع بالكره، يمشي عادل عباس، عادل 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 عباس، ما زالت اللمسه والتمريره والكره والومضه الهجوميه اليمنيه خطيره من جانب عصام عبد اللطيف. كرة اللعب والرأسية لكن إلى خارج الملعب. الرأسية كانت من في لاعب ورا المهاجم ليستلم هذه الكرة، كرة اللعب خطيرة لصالح المنتخب اليمني، خطيرة خطيرة خطيرة. أوه، حارس المرمى طه، طه بن غزيل، طه بن غزيل يتصدى.
ممتازة الكرة دراية سريع سريع هذا اللاعب سريع ممتازة با 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 ضيحها ضيحها ولكن المحاولة كانت جميلة جدا. عادل القاسم اختف الكرة بين الحارس واللاعبين اثنين في الدفاع وكاد يسجلها هاي الإعادة. اللحظات محاولة الآن تعود محمد نعمان تدخل وحكم المباراة يعطي استمرارية في اللعب. أنور الطريقي في كرة أنور يحاول ينقلها بالقدم اليمنى ممتازة دخل عادل عباس وسدد ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب ضعها عادل عباس كان من الممكن أن يضعها في المرمى لكن تونسي تعادلين مع ليب أنا من عدم تسجيل الأهداف وكأنها كرة وتنفيذ من عادل عباس قاسم عادل كرة على القائمة الثاني عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن ينقل كرة عادل يا عادل وسقط دولي سعودي لاحظ هل كان تدخل أم هنالك تحايل لا هذا فارس الأسود يشترك الآن سنة سنة ممكن هذه تصويبة أخيرا أخيرا الواجهة في السودان كالهلال والمريخ دور قيادي في وسط الميدان كرة سريعة إلى عادل عباس قاسم عادل يهرب عادل عادل يعدي عادل يوزع كرة خطيرة البرواني والتدخل من الدفاع بورقة ثالثة لعزقوزي خطيرة لليمن داخل منطقة الجزاء المحاولة والدفع هنا والخطأ على القائد غير قوية بين قوسين ضرب شوف بهذه اللقطة عادل عباس المنتخب الليبي يعود حاول إبراهيم وخطيرة ممكن التعديل عدل المنتخب